دول تتجه لتشديد الإجراءات وأخرى تذهب باتجاه معاكس تماماً نحو تخفيف القيود وتقليص مدة الحجر الصحي. هناك قاعدة جديدة في أمريكا 5+5، أي 5 أيام في الحجر، ومثلها يكون المصاب ملزماً بارتداء الكمامة. تبعت اليونان الولايات المتحدة لتكون الأولى في أوروبا. إيرلندا، إسبانيا وبريطانيا لم تتجرأ على المخاطرة كما يصفها معارضو الخطوة، خفضت الحجر ل7 أيام، بينما ألغته إيطاليا للمخالطين الذين تلقوا جرعتين من اللقاح، وهو تحول واضح باستراتيجية مكافحة الوباء. لكن لماذا الآن؟ ولماذا مع الارتفاع المضطرد في الإصابات؟ عودة إلى بريطانيا ووقفة، ربما تكون الإجابة لديها. بالمقابل بريطانيا على وضع الإصابات لديها، هناك معاناة في تشغيل الخدمات العامة الأساسية كرحلات قطار ركاب لندن، توقفت لغياب الموظفين بين مصابين ومحجورين. الأسوأ نقص كوادر المستشفيات، 25,000 موظف طبيب وممرض سجل غيابهم على مدى كم يوم في يوم واحد. أما أمريكا التي قال رئيسها إن قراره مدروس علمياً، ربما دافعه اقتصادي. اضطرابات سلاسل التوريد، ضيق المشاركة في سوق العمل وانخفاض الطاقة الاستهلاكية وانقضاء المساعدات الحكومية أمام 207,000 طلب إعانة للبطالة للأسبوع الحالي، بزيادة 7,000 طلب عن نهاية العام الماضي. حسين الطول. بعد تسجيل أكثر من 1,000,000 إصابة بفيروس كورونا يومياً في الولايات المتحدة مدفوعة بمتحور أوميكرون، يرى مراقبون أن الإغلاق المقبل المحتمل قد يكون بسبب أعداد المصابين الكبيرة بالمتحور وغيابهم عن وظائفهم، وبالتالي اضطرار شركات للعودة إلى الإقفال ولو مؤقتا. هذا ما حدث مع مطاعم ومحلات تجارية وحتى مع شركات طيران، حيث تم إلغاء آلاف الرحلات مؤخرا بسبب غياب طيارين ومضيفين أصيبوا بالفيروس. أما المسؤولون الأمريكيون فيحاولون تجنب إغلاق جديد تكون له تداعيات أكبر على الاقتصاد. لهذا قللت السلطات الصحية فترة العزل إلى 5 أيام بدلاً من 10، ثم حدثت توصياتها بتقديم إرشادات حول إجراء فحص كورونا سريع لمن يمكنه ذلك في نهاية فترة العزل.